هو يمكن احنا مثلا في دراسة لشخصية الإمام محمد عبده وجدناه أنه بيقدم حلول المجتمع، بيقدم مقترحات يمكن اللي تعرضنا لها في قبل الفاصل. صحيح. في عرض عليه قضية المذهبية الالتزام بها يعني حرفيا، هل احنا نلتزم بالمذهب الحنفي على طول الخط ولا يمكن أن نغير ونأخذ بأقوال المذاهب الأخرى؟ الالتزام بالمذهب الحنفي على طول الخط كان إلزام من ولي الأمر، يعني بمثابة التشريع. مصر كانت وقتها في هذا الوقت، نعم وقتها هي كانت بتلتزم حرفيا تشريعيا، يعني في قضاء الأحوال الشخصية بيأخذوا حرفيا بالمذهب الحنفي. القضاة لما بتعرض عليهم مشاكل معينة المجتمع بيفرز مشاكله أمام القضاء، فالقاضي عايز حلول لهذه المسألة. الحلول ليست في المذهب الحنفي أو فيما درجنا عليه من المذهب الحنفي، المجتمع تطور وأخذ أبعاد اجتماعية أخرى. تمام. فهل إحنا كقضاة نستطيع أن احنا نحكم بغير المذهب الحنفي؟ أو بمعنى أدق الآن يعني مماثل، هل نستطيع نحن كقضاة أحوال شخصية أو قضاة في المدني أو قضاة في الجنائي أيا كان، هل نستطيع نحن كقضاة أن نخرج عن الإطار القانوني، عن النص القانوني المحدد لنا، ونقترح من عند أنفسنا حلول معينة خارج النطاق القانوني، خارج مصادر القانون، ولا لابد من الالتزام بالقانون؟ تمام. لابد من الالتزام بالقانون، وأنه إذا أردنا أن نضع حلولا معينة نقترحها نحن كقضاة أو كمفكرين أو فقهاء أو كمفتين، لابد أن تدور في هذه البوابات المعينة للتشريع. نعم. فلابد من ولي الأمر يأتي ويلزمنا ويقول لنا احنا هنعدل التشريع إلى مسار تاني. عظيم. ده كانت نظرة أو يعني أولى من الشيخ محمد عبد والقضاة في حوار التوقيت لبعض القضايا، حوار قضائي فيما بين المفتي وما بين القضاة، بتستنبط منه أفكار كثيرة جدا. لما يأتون ويقولون والله احنا عاجزين عن معالجة أفكار أحوال المجتمع في قضايا معينة يا شيخ محمد عبده، إيه رأي سيادتك؟ هل يجوز لنا نخرج عن المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي وناخذ منه حلول؟ لان فيه بالفعل حلول لهذه المساله، بس تحتاج الى ان نخرج عن التقاضي والالتزام بالحكم في بالمذهب الحنفي. فهو قال لهم والله انا من ناحيه الافتاء ومن ناحيه النظره الفقهيه من ناحيه كذا لا مانع من ان نخرج عن المذهب الحنفي الى غيره من المذاهب الاخرى ونستقي الحلول من المذاهب الاخرى. عظيم. لكن القضاء ما زالوا عاجزين عن الخروج. لماذا؟ كأن الفتوى وحدها ليست مؤثرة في التشريع، يعني لا تستطيع الفتوى ولا المفتي أن يعدل تشريعا ما اللي احنا فهمناه فيما بعد في الفصل بين السلطات، يعني سلطة ولي الأمر في التشريع لا يستطيع المفتي أن يعدل في مسارها، إنما الذي هو يقترح فقط، يقترح تعديلا وحلولا للمشكلات، والقضاة يقترحون وأرباب الفكر يقترحون، لكن أن تصب كل هذه المقترحات في قنوات رسمية فيما بعد لأجل أن تنتج حلا. عظيم. والحل ده يكون ساريا، وهناك العديد جدا من الأمثلة، يمكن في عهد ما قبل محمد علي هناك العديد جدا من الأمثلة، القضاة لا يستطيعون أن يتحركوا ولا المفتون إلا بتشريع يصدر من ولي الأمر يحدد لهم المسار الذي يسيرون فيه. وده واضح عند الماوردي الشافعي وعند ابن قدام الحنبلي، وواضح عند في يعني القرافي المالكي، وواضح عند الكساني الحنفي في ولاء الصناع. يضعون قواعد وضوابط لمسار العمل الإفتائي المصاحب للعمل القضائي في جانب ولي الأمر، يعني علاقة هذا العمل الإفتائي وعلاقة القضاء بولي الأمر ومدى الإلزامات الصادرة والتي يتحرك من خلال القاضي هنا وهنا، وتحدد اختصاصاته وتقيد بنطاق معين في الموضوع وبالزمان وبالمكان وبالحال وهكذا. إذن أنت أمام منظومة الشيخ محمد عبده اقترح حلا، لكن لم
يستجب لهذا الحل في هذا التوقيت إلى سنة 1929، يعني من سنة 1898، وهذه المسألة مطروحة لكن ولي الأمر لم يتخذ فيها قرارا بعد 25 سنة، ربع قرن. ولذلك القضاة والمفتون ما زالوا على هذا الالتزام الذي عليه ولي الأمر، ولي الأمر أو الدولة يعني. فيما هو فيه نزاع، لكن في العبادات لا يستطيع. ولذلك الإمام محمد كان حصيفا عندما جاءت إليه هذه الأسئلة أو الفتوى الترنسفالية، وجاءت أسئلة ثلاثة ووجدناه أنه يعني يجيب بجواب عجيب جدا في خصوص هذه الفتاوى الثلاثة أو الأسئلة الثلاثة. هو دي وملمح آخر أنه ليس جامدا، بل هو متحرك وفق يعني اطلاعه وفق معطيات وظروف العصر وظروف العصر، وفق أيضا الثقافات التي أثرت في فكره أيضا في الاتصال بالخارج، وأنه على معرفة بأحوال الناس في الخارج عندما ذهب إلى فرنسا وعندما ذهب إلى بيروت وهكذا. فكل هذه الأمور لها تأثير في شخصيته الإفتائية أيضا طبعا. ولذلك وجدناه مثلا المصلح الكبير جدا الذي يقدم حلولا ليس للفتوى فقط، بل قدم حلولا للأزهر الشريف، وقدم حلولا لمشكلات في المجتمع. هذا إنسان يتحرك، صحيح كانت له حركة دؤوبة في العالم. ومطلوب من المفتي أو من العالم أنه دايما يكون مواكب ويطلع ويسقط الواقع، لأن الواقع بيبقى غير أيضا الافتراضي أو النظري لو صح التعبير مولانا، فضلك تصحح لي يعني. بلا شك يعني نحن نفرق ما بين الفقه وما بين الفتوى. الفقه هو مكون للملكات العلمية، مكون لكيف يفهم الإنسان النص الشرعي ويتدبر هذا النص ويفهم مغازيه ومعانيه وهكذا. لكن هذا الذي فهمه في إطاره العام، في إطاره المجرد الذي لم يتصل بواقعة محددة، هذا عمل المفتي أو عمل القاضي. عندما يتصل هذا الذي الجانب النظري أو الملكة العلمية الحاصلة عندما تتصل بواقعة محددة على الأرض الواقع، هذا له حكم آخر تماما. فقد تكون هذه الواقعة بظروفها وبسياقها وبشروطها وأسبابها وبانتفاء الموانع عنها، قد تكون في الحقيقة لها حكم، لكن لو وجدت موانع لها حكم آخر، لو وجدت شروط لها حكم، لو انتفت الشروط لها حكم. إذن أنت من خلال توافر الأسباب وتوافر الشروط وانتفاء الموانع أو ما يطلق عليه الحكم الوضعي، الحكم الوضعي هو الوسيلة لضبط حركة الحكم التكليفي اللي هو الوجوب على وقائع محددة، فقد يقيد إطلاق الحكم التكليفي وقد يخصصه بموجب حالة الشخص وحالة الواقعة المعروضة. ولذلك قالوا الفتوى تتغير بتغير الأحوال، صحيح، والأشخاص والأماكن والأزمنة. وهذا مما يعني سيتضح من خلال الفتوى الترنسفالية، تعرض للفتاوى الثلاث بالتفصيل يعني. أن الحكم التكليفي في الحقيقة وجدناه منضبطا بحال الناس، ورعاه جدا الشيخ محمد عبده، ورعى ما يؤدي إلى حل مشكلات الناس في هذا الشأن، حتى وإن كان يبرز فيه من البداية، شوف 1903 يبرز فيه الخروج عن المذهب الحنفي باختيار فقهي من المذهب المالكية لضبط هذه المسألة وللحكم في هذه المسألة. وهو ينص صراحة على أنه إنما يتبنى قول الإمام محمد بن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره عندما تعرض لطعام أهل الكتاب. هل الإمام محمد عبده الفتوى اللي أفتى بها تغيرت بعد ذلك فضلة الإمام في أي من الموضوعات هذه يعني؟ الفتوى مستقرة الحقيقة، لأنه فتح آفاق يعني أو أعطى قواعد للمسألة. ولذلك وجدنا نفس الفكرة تماما عند الشيخ عبد المجيد سليم بعد يعني من 1903 25 سنة. والفتوى مستقرة على هذا الأمر. ولو جئت إلى الفتاوى الصادرة في خلال حتى في خلال من 2013 للآن أو ما سبق قبل ذلك من السادة العلماء المفتين السابقين، ستجد أن الأمر مستقر بالنسبة لهذه الفتاوى الثلاث استقرارا يكاد يكون يعني يعطي رسالة للعالمين، رسالة مصرية في طبعا مصرية شرعية بلا شك مأخوذة من النصوص يعني، لكنها
متأثرة بهذه العقلية المصرية الأزهرية المستنيرة المتفتحة المستنيرة التي المتحضرة، هي تحقق العيش بين الجميع، تحقق التوأمة فيما بين بني الإنسان. ويمكن ده واضح من رسالة القرآن الكريم، لا يتصور أبدا أن المسلمين سيكونون وحدهم في هذه الأرض، وإنما هناك تنوع في العقائد، هناك تنوع في الإنسان من حيث شكله ومن حيث يعني لغته ومن حيث أفكاره ومن حيث عقله، لا تجد مثل يعني إنسان كإنسان آخر. ولذلك أعطت رسالة للعالمين في أن لابد من العيش المشترك معا مع اختلاف الأحكام ومع اختلاف التوجهات.